السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحي يحييكم يا شباب وبنات. اليوم عندنا فيديو غريب من نوعه صراحة للأمانة. حصل معانا موقف من أسبوعين وكلمنا شخص من أسبوعين قال لنا يا شباب ترى هو أجنبي، قال لنا يا شباب ترى غرن الغضب ما يشتغل. قلت له مستحيل هذا الشيء شقال وأنا متأكد منه، وجربنا في التقارير وفعلا طلع ما يشتغل. واليوم راح أوريكم التقارير وفعلا هي ليست موجودة. اليوم حطينا ثلاثة أبواق، حطيت طبول، حطيت معاناة، حطيت سيث، حطيت الثار، كلهم اشتغلوا وموجودة في التقارير ما عدا طبول حرب كرك وغرن الغضب. إنزين، الموضوع صار لأسبوعين وما حد تكلم عنه، وأنا استغربت إن ما حد تكلم عنه صراحة للأمانة. شيء غريب، أنا لقصر الوقت ما قدرت إني أعرض الفيديو هذا، بس الناس طلبت مني إني أعرض الفيديو هذا، فقلت أبعطيكم الفيديو هذا وتشوفونه وجربوا بحساباتكم وراح تتأكدون هالكلام 100%. والكلام قديم، هل صارت الناس بس قاعد تفكر في مواضيع أخرى غير رايز أوف كيندوم؟ هل أنتم عندكم بس فقط غير رايز أوف كيندوم والأساس اللعبة قاعد تنسونه؟ أنا ماني عارف شنو السبب. زائد اليوم انا حطيت الثلاث مسيرات هذه وتقدرون تشوفونها. وزائد في شغله ثانيه في معاناة ايست سيث، اسف، وحشيه سيث مع خاتم الموت، ما في كولدا وقاعد تفعلون اللي هي سيث قاعد تفعل اربع مرات ورا بعض وخاتم الموت قاعد يتفعل ثلاث مرات ورا بعض، يعني شغلات ما ادري شلون قاعد تحصل، ما حد قاعد يتكلم عنها. ليش ما قاعد تتكلمون عنها؟ قاعد تلهون بشغلات ثانيه. زين، دوركم يعني تعطونا الاخبار اول باول، تجرب اول باول، لا تصير مثل اللي يبي ياخذ وبس كل شيء وانت ما قاعد تسوي شيء. وانا استغربت ان ما حد تكلم عنها صراحه للامانه من اسبوعين، واكتشفنا ان عندنا كانت تقارير في الارك اللي طاف قبل اسبوعين، ولقينا التقارير موجوده، للأسف أنا ممسوح عندي بالحساب، ولقيناها فعلا طبول حرب كروك شقالة موجودة في المعدات، موجودة في التقارير، وزاد بوق القضب هم موجود في التقارير، لكن الحين ما راح نلاقيها في التقارير، وهذا قدامكم ما لقيتها نهائيا في التقارير. أعطونا تعليقاتكم، أعطونا رأيكم، وشوفوا وين نقدر نوصل لها السالفة هذه، لأن فعليا هي ما قاعد تشتغل حاليا، مو شقالة بس هي فعليا شقالة، بس شلون أثبت لنا؟ ما قدرت أثبت لك، التقارير موجودة. هل صار الغضب، هل صار الغضب ما يدخل في التقرير؟ إذن شلون بحسب الغضب إذا ما كان يدخل بالتقرير؟ أحسبه عشوائي؟ حتى الشجرات، الشجرات، الشجرات مو عشوائية قاعدة تنحسب، حتى تجديد الشباب أو الطبيعة الوحشية أو موجود، كله محسوب. أشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة، فمان لا.